حي وحلى وعمت البركة. رمضان وهلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أشرق على الأكوان يا رمضان، فلأنت فيها صبحها الريان. أشرق وفجر في البرية فجرها، إن الوجود إلى السنة ظمآن. أو ما حملت إلى الحياة حياتها، فهدى الحياة وروحها القرآن. ناديت كل العالمين لشرعة، في ظلها تتوحد الأكوان. إن الحياة الحق في ظل الهدى، قرآن ربي إنه الفرقان. مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم ظلموك يا رمضان. أهلا بكم من جديد. يحضر معي فضيلة الشيخ أحمد رباح، إمام خطيب ومستشار أسري. مرحبا بك سيدي الفاضل. مرحبا بكم أستاذ هشام، حياكم الله، وحلقة جديدة من هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على لساننا خيرا إلى مشاهدينا الأكارم، ونقدم ما يليق بعقولهم النيرة وأذانهم الكريمة. أستاذ أحمد، هجروا القرآن ويا ليتهم ما هجروه. لعل مشاهدا كريما يقول: الحال على غير ذلك. كثير منا من يقرأ القرآن في رمضان، بل لعل كثيرا من الناس لا يقرأ القرآن كاملا إلا في رمضان. في رمضان يبدأ ختمة ويقرأ كل يوم حزبين، وينهي ختمته مع نهاية الشهر. ولعل بعض الكرام أنهى ختمة قراءة وختمة سماعا على صلاة التراويح، ولعل بعضهم ختم ثلاث مرات: مرة سماعا، ومرة تلاوة، ومرة على التهجد في العشر الأخير. وأنا لا أتكلم عن هذا الهجر في هذه الحلقة، إنما أتكلم عن إقامة حروف القرآن وهجر حدوده، عن إقامة كلامه وهجر آدابه. إذا قرأ القرآن الإنسان، هذا لا يعني أنه أخذ شهادة لدخول الجنة، ولا يعني أنه أخذ شهادة الفلاح في رمضان، بل إن الله تعالى أول ما يسعر النار بثلاثة: قارئ قرآن، وغني منفق، وشهيد قتل في سبيل الله. قارئ القرآن تسعر النار، فيسأل الله سبحانه وتعالى الخلائق، نعم، تسعر به النار. لطيف. فيدعو الله سبحانه وتعالى، أول ما يدعو إلى الحساب قارئ القرآن، فيقول له الله سبحانه وتعالى: ألم أعلمك كلامي؟ فيقول له: بلى يا رب. فيقول له الله: فماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله: كذبت. ثم تقول الملائكة: كذبت والله. ثم يقول له الله: إنما قرأته ليقال فلان قارئ. أما وقد قيل، أخذت جزاءك، خلاص، قرأت لأجل أن يقال فلان قارئ وقد قالوا. قرأت ليقال ما شاء الله ختم ختمة في رمضان وقد قالوا. قرأت ليقال ما شاء الله 30 ختمة في رمضان وقد قالوا. ختمت ليقال ما شاء الله 60 ختمة في رمضان كالإمام الشافعي وقد قالوا. ثم بعد ذلك أخذت جزاءك، فلا جزاء لك عندي. ثم يرمى به في النار. وكذلك مثل الذي أنفق ليقول الناس أنه كريم، والمجاهد في سبيل الله الذي مات شهيدا ليقول الناس أنه بطل. فهؤلاء أحمد، ولكن عفوا المقاطعة، ولكن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، لاحظ كلمة أهل القرآن، أن يكون الإنسان أهلا للقرآن، يعني هو مؤهل لأن يصاحب القرآن، مؤهل لأن يحتضن القرآن، مؤهل لأن يرتفع القرآن أو لأن يرفع القرآن. بماذا يا ربي أرفع القرآن؟ بماذا أحمله؟ بالتأدب بآدابه. كان عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع جبريل في القرآن الكريم في كل سنة، ويراجعه في رمضان مرتين. مرة وفي آخر سنة راجعه مرتين صلى الله عليه وسلم.
قارن هذا الخبر مع خبر آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل بالقرآن، حتى لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هناك ترجمة فورية لأوامر القرآن الكريم. بعض السلف الصالح كان يقول: إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، الله تعالى يناديك، قال يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. السلف الصالح الصحابة الكرام كانوا في بداية نزول القرآن يحفظون 10 آيات 10 آيات، فإذا طبقوها انتقلوا إلى غيرها. نعم، كثرة القرآن جيدة، كثرة التلاوة جيدة، وهذا يشكر. وهذا لا أقول لكم ألف لام ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إنما عفوا لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، وإنما أقول لكم ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا الأكثر من القراءة فيه الثواب الكبير، وهذا كرامة الحقيقة للأولياء. أستاذ هشام، عندما تقرأ مثلا لأبي بكر ابن عياش وهو على فراش الموت، لما يسأله ابنه يا أبتي ما اسمك، يسأل الابن أباه ما اسمك، مشهور بأن اسمه أبا بكر ابن عياش وهو أحد رجال الحديث، فيقول له الأب وهو على فراش الموت: يا بني، إن أباك لا اسم له، إن اسمه كنيته، وإن أباك يا ولدي يختم القرآن منذ 30 سنة في كل يوم ختمة. الله، كل يوم الله ختمة. هذا معانق للقرآن. أليس هذا الكريم هو الذي عندما جاءته الوفاة؟ نعم. قال لابنه: ربما أو لابنته: لا تسيء إلى تلك الزاوية من البيت، فإن نعم ختمت فيها القرآن 18,000 ختمة. 30,000 ختمة أستاذ. قال لها: أرأيت إلى تلك الزاوية؟ هذه الذي بكته ابنته وهو على نعم فراش نعم الموت. نعم. قالت له: أخشى وقوفك بين يدي الله. فقال لها: أترين هذه الزاوية؟ فإني ختمت فيها 30,000 ختمة. طبعا هذا من كرامات الأولياء أستاذ. نعم. كرامة الولي هي شيء خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد من أحب من أوليائه، فإن كانت على يد نبي كانت معجزة. والإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. وذكر عن الإمام أبو حنيفة أنه كان يختم القرآن في الليل، وذكر عن سيدنا سفيان الثوري أنه ختم القرآن في 2 ركعتين في جوف الكعبة. هذا من بركة القرآن وبركة أهله. أين أين نحن يعني بالكاد نختم ختمة ولا ختمتين ولا ثلاثة، وفينا رجال هممهم عالية يختم في كل يوم مرة. هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. يختم مرة. نعم، أعرف رجلا في الشام كان يختم في كل يوم مرة، وهذا من البركة، يعني من بركة أوقاتهم وبركة هممهم. لكن أنا أتكلم عن الهجر، هجر الآداب، هجر الأعمال، هجر التخلق بأخلاق القرآن. شكرا لك أستاذ أحمد. الحديث عن القرآن حديث ذو شجون، حديث ممتد لا ينتهي، وللأسف الشديد ككل حلقة بساط الوقت ينسحب منا. شكرا لك أستاذنا الفاضل. حياكم الله. مشاهدينا الأفاضل، انتهت حلقتنا، تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما صاح قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخير حلّ